حد منكم وصل من أمس لليوم بصورة أوضح في تخصصه؟ هل في حد منكم قدر يكتشف نفسه أكثر؟ شوي ترى وايد صعب، وبكم متفاجئ إذا حد قال لي إيه لقيت أو قدرت، لأنه وايد صعب. عادة إنك تكتشف نفسك عادة تأخذ لها 6 شهور وتجرب، وأحيانا أكثر سنة. هاي إذا أنت يوميا تأخذ دورات اكتشاف الذات وتقرأ وتسوي اختبارات وتحاول تعرف نفسك، وبعد في النهاية تقول أوف من أنا. صعبة يعني، مو سهل إنك تكتشف نفسك. بس الأشياء الموجودة والأدوات، مؤشر MBTI اللي تكلمنا عنه، كل هالأشياء تساعد على اكتشاف الشخصية وتساعد على اكتشاف إيش اللي أنا أقدر أتميز فيه وأبدع فيه. إذا قدرت أنا أجمع بين الشيء اللي أنا أحبه وتخصصي اللي درسته أو اللي اشتغلت فيه، قدرت تحصل طريق إنك توصل. هاي اللي إحنا نبي نحاول نوصل إن شاء الله. طيب، أؤكد عليكم أهمية الورقة الثانية. تكلمنا عن المهارات بشكل عام، فإحنا بنكمل الحين بندش أكثر في المهارات. قلنا عن التخصص. طيب، في أنواع للقيادة. لما أتكلم أنا عن القيادة، في قائد لعائلة أو لأسرة أو لبيت أو لوظيفة، وفي قيادة ثانية، نوع ثاني من القيادة يسمونها قيادة المؤسسات، وفي قيادة اسمها قيادة الدول، وفي قيادات متخصصة أكثر، ومنها قيادة التخصصات. الخبير يوصل لمرحلة أنه يتم خبير، معروف عند الناس أنه خبير. أنا ما أدعوكم أن أنتم توصلون لهالمرحلة، أنا أدعوكم إلى أنكم توصلون لمرحلة أبعد منها، وهي أنكم تكونون قادة تخصصات. طيب، مثلا من اعطوني اسماء شركات رائده، شنو اكبر شركه تجاريه رائده في العالم؟ من ابل. لما تسوي شيء ابل، شيء يصير في العالم كله في مجال التكنولوجيا؟ يتغير. لحظه، ولو نزلت ابل تقنيه اليوم جديده، كل الشركات في العالم راح تقلدها. ليش؟ لانها قائده في مجالها. اي مجال؟ صناعه التليفونات او السمارت فونز. لما نتكلم عن قيادة تخصص، مثلا من قائد أو أي مؤسسة قائدة للتعليم في الوطن العربي؟ مؤسسة تعليمية قائدة رائدة. من؟ يونسكو؟ لا، يعني يونسكو عالمية مش في العالم العربي، بعد غيرها. قطر فونديشن. أي قطر فونديشن، شنو قوتها؟ هي من أفضل المؤسسات التعليمية في العالم العربي، هي المؤسسة الرائدة، ما في غيرها في كل الوطن العربي. لما أتكلم أنا مثلاً عن قيادة الإعلام، أي مؤسسة إعلامية قوية جداً؟ الجزيرة. بعد من عندنا؟ العربية. العربية ممكن، العربية شوي بس لا، في أقوى من العربية اللي هي MBC أقوى من العربية. فهنا أتكلم عن قيادة تخصص. وشوفوا لو حطيت الميكروسكوب ودخلت أكثر، من القناة الإعلامية المتميزة أكثر في الأفلام؟ MBC2. ايه، شوف شلون دخلته اكثر. كل ما حطينا تخصص اكثر، ممكن بعدين ندخل افلام الرعب، يمكن ما في في مكان فاضي نقدر نبدا نقوده، نقدر نتخصص فيه. هاي على مستوى المؤسسات. لما اتكلم على مثلا شركات الطيران، من الشركه الاولى في الطيران في العالم؟ في بين القطريه والتركيه، بينهم الحين قاعد يتنافسون، ونوعا ما فيه تفاهم انه مقسمين الكيكه. يعني وشلون يقسمون الكيكه هاي؟ يعني واحده من المهارات اللي انا دائما ابي اعلمها الشباب، اقول لهم على التفاوض. مهاره التفاوض مهاره مهمه، مش التفويض، انما التفاوض. عندي بنتين توأم العنود الهما، تدرون عن المعلومه من امس. فاذا جبت كيكه شو يسوون؟ يتذابحون. ليش؟ كل واحده تبي جزءها. فأنا شو أسوي؟ وين أقص لهم بالضبط بالنص يعني؟ أقول تعالوا، العنود قاعد هني والهنوف قاعد هني، من تبي تقص؟ يتهاوشون، أنا بقص. أقول لا، اللي تقص الثاني تختار. واحدة تقص والثاني شنو؟ تختار. ليش؟ لأن إذا قصت تقول هو بقص لي الجزء الأكبر، فتي تقص بالضبط، لا شوي كذي بعد، أيوه بالضبط. ليش؟ عشان ياخذون نفس بعض.
بالتساوي. المشكلة المشكلة إن شنو هاي الكيكة إذا قصيتها بالنص واحدة تأخذ هاي واحدة تأخذ هاي. خلنا نأخذ الكيكة بالعرض شلون نشوفها من تحت بهالطريقة. إذا قصيت الكيكة من النص الكيكة طبقتين، الطبقة اللي فوق فراولة اللي تحت شوكولت. العنود تحب الشوكولت والهنوف تحب الفراولة، فأتي تقسم الكيكة. إحنا قصيت الكيكة من النص، واحدة بتأخذ نص والثانية بتأخذ نص، صح ولا لا؟ فيها جزئين، الجزء اللي فوق فراولة واللي تحت شنو؟ شوكولت. بس هي ما تحب الشوكولات والثاني ما تحب الفراولة. فشنو أفضل حل؟ إن أقصها من النص بس من فوق، فخلي نص الشوكولات كامل لها ونص الفراولة الثاني حق الثانية، فهي تأخذ كيكة كاملة والثاني تأخذ كيكة كاملة. لكن إيش اللي قاعد يصير؟ أنا قاعد أقصها من النص فأعطيها ربع وذيك ربع، لأن تقط الثاني ما تكره أن تقط الطرف الثاني. أو يقوم يتفهمون أوكي بأخذ الطرف اللي عندك، بس لأن ذيك حيست بصبعه هواي ولا أخذونه. فلما أتكلم عن مهارة التفاوض، مثلا خطوط الطيران شلون يوزعونها بينهم، أو أريدو وودافون نسوي تمارين وايد في الموضوع، نقسم جروبات ونحط لهم أسعار ونخليهم يروحون يلعبون وني ناخذ سعرهم كل موسم ونشوف هاي كم سعرهم وهاي كم سعرهم، وألقى بعدين شلون يقعدون مع بعض ينزلون الأسعار أو إنه يتفقون، ونادرا ما يتفقون. وليش ما نتفق؟ لان احنا طبيعتنا نحب ان احنا نفوز ونحب ان نشوف بعض خسرانين او فايزين. ففيها وايد نظريات اكثر في مهاره التفاوض نتكلم عنها في دوره التفاوض عموما. بعد بسالكم اسئله ثانيه في التخصصات. من قائده شركه قائده في مجال السيارات في قطر مثلا؟ ايوه تيوتا، علي بن علي. شوفوا كل تخصص عبد الغني. شنو قلت انا؟ علي بن علي. يلا جل من لا يسمع سبحانه. طيب من هي افضل شركه لمثلا معجون الاسنان؟ كل من له راي، بس ان في شركات معينه بينت. الحين سؤال خلني اقول لكم، هل شركه مثلا كولجيت افضل شركه معجون اسنان في العالم؟ لا. سيجنال تو هل هي احسن وحده؟ لا. شنو اللي خلانا احنا نذكر اساميكم؟ ما سمعتكم. اعلانات التسويق، هاي احنا نسميه براندنج. فراح نتكلم اليوم وايد عن البراندنج. ليش براندنج؟ يعني البراندنج هو نوع من انواع التسويق، انت بتسوق حق نفسك صح ولا لا؟ واحده من الاشياء اللي ان شاء الله اليوم راح نغطيها وين اسمك في السوق. على سبيل المثال، هل معقوله ان انا اذكر من علماء مثلا الإدارة طارق سويدان بس لكن ما هي اسم ثاني بوالي؟ هل هو أعلم واحد في الإدارة؟ لا. ليش قاعد أذكره؟ مسوق نفسه صح، في فايبر في غيرهم وايد ما يوسعنا حين نذكر أساميهم. لكن هو شو اللي سواه؟ هو تخصص في العرب. اللغة الإنجليزية شلونها؟ جيدة. هل يقدر يعطي دورات بالإنجليزي؟ يقدر، لكن اختار جمهوره، قال أنا هاي جمهوري حدده واشتغل على هالشريحة. هل عنده دكتور طارق سودان شركة استشارات ممكن تدخل تأخذ مناقصات في الوطن العربي في مجال الإدارة؟ شركة لا. شوفوا في نظرية تقول لك إن أنت وايد منتشر سعرك يقل، وإذا قل سعرك يقل أيضا شيء ثالث هو مثلث متوازي الأضلاع، يقل عمق المادة اللي تعطيها. أعطيكم مثال، اليوم أنا لما أسوي دورة يحضر لي 60 أو 70 شخص، هل أقدر أعطيهم عمق كثر لما يحضر لي 5 أو 6؟ لا. وين تركيزي أكثر؟ 5 أو 6. مثلا لما نعطي مهارات، ما بقول مثل اعداد المدربين لان اعداد المدربين تحتاج جمهور كبير، لكن لما اتكلم مثلا عن مهاره خلينا نقول الارشاد، اذا العدد اصغر
في عمق في المادة. فأنت تختار وين تروح. كوني إن أنا أروح حق المحاضرات الجماهيرية أو الدورات الجماهيرية قاعد أبعد عن العمق المفصل وأركز على العموميات. أنا اخترت هالطريق. سعري شخبارك يقل، انتشاري شخبارك يزيد. هذه استراتيجية أنت تتبعها كخبير، بتكلم فيها أكثر بعدين. نكمل. أيضا في عندنا قيادة الدول، بعد العلامة واضحة من هي القائدة، الدولة القائدة في العالم أمريكا يو سي. من هي الدولة القائدة في الوطن العربي؟ قطر أو السعودية، كيف الموضوع لكم؟ يمكن ولا واحد. كل من له دور، احنا ما بندخل في السياسة، أنا أعطيكم أسئلة أنتم تقدرون من خلالها تحصلون إجابات. طيب خلينا نتكلم عن قيادة الأفراد، من هو قائد البشرية؟ عليه الصلاة والسلام. حطيت لكم مجموعة أسئلة عشان أنتم تقدرون تعرفون بعض الأشياء. لو قلت من هو قائد مثلا في مجال السياسة؟ خلينا نقول في قطر. حمد بن جاسم. جاسم بن حمد. ضيعت جاسم بن حمد، خربطني. حمد بن جاسم، ايش قلت؟ حمد بن جاسم. من هو القائد في مجال التعليم؟ شخصية قيادية؟ ايوه شيخ موزة وشيخ المحمود، اثنتين. شيخ موزة هي قائدة من الدرجة الأولى في الوطن العربي في مجال التعليم. لما نتكلم عن مثلا من قائد لعبة الشطرنج في قطر؟ يلا ضيحتي. ضيحتي. زي من قائد مثلا تنس الطاولة في قطر؟ حماد. زي لو قلت مثلا من قائد صناعة الغتر في الوطن العربي؟ طبعا اسم شركة. هل في شخص متخصص؟ لا. أو منصب فاضي. في منصب فاضي. شنو المناصب الثانية اللي فاضية؟ من قائد مثلا صفوف التدريب في قطر في العالم؟ خلينا نقول أو في منصب ثاني فاضي. من هو قائد مثلا صناعة النوافذ اللي ما ضد العوازل الشمسية اللي موجود ويتكلم عن المباني الخليجية تحديدا؟ أو في منصب فاضي. في وايد مناصب فاضية احنا نقدر ان احنا ندخلها. وبعد في سياسة ان انت وين تسوي نفسك كبوزيشن، وين تكون موجود، فوق في النص تحت، انتشارك شلون، هاي راح نتكلم عنها اكثر. اليوم لما نتكلم عن مثلا نفس التسلسل، هاي عندي خطين، خط فوق وخط على اليمين، خط على الزاوية. تكلمت الخط اللي فوق امس، قلت لكم ان في شيء اسمه قطاع تنفيذي، الناس المنفذين، هاي اسفل الهرم. لما يكون عندي هيكل تنظيمي، هم اللي تحت، هم الأوبريشنز، هم اللي يشتغلون بيدهم، خدمة العملاء، استقبال الطلبات، المحاسبين، القانونيين. أتي فوقهم طبقة من المؤسس، الأشخاص اللي في الإدارة اللي هم من المشرفين. فوقهم من القياديين اللي يحطون الاستراتيجية العامة وغيرها. أيضا تكلمت عن ثلاث أشياء في هذا المستوى. المستوى الأول اللي هو التنفيذي، المستوى الثاني اللي هو الإشرافي، الثالث اللي هو القيادي. وحطيت لكم علامات على اليمين بحيث ان، او بعض المهارات على اليمين بحيث ان انتم تقدرون تشوفون هل هالمهارات موجوده فيكم ولا لا. موجوده هالمهارات كلها عشان اذكركم، اللي ما عنده هذه امس وزعناها موجوده عندكم. تفتحون صفحه 3 وبيكم تنتبهون لشيء. اقروا دائما اعلى الصفحه، اعلى الصفحه مكتوب تنمية المهارات لمستوى التقني. لما نتكلم عن مستوى التقني معناته مش الإداري. انتبهوا في خطين عندي، شوفوا براويكم، هذا المثلث تسلسل إداري رايحين فوق. النوع الثاني هذا خط فني، هاي خط قيادة تخصص. طيب فهني أنا أتكلم عن المراحل اللي موجودة، اللي هي الفني والباحث والمتخصص والخبير. هاي اللي احنا نتكلم عنه، الخط اللي احنا بيه هو الخط الأفقي. طيب مرة ثانية في الجدول، عرفتوا كم نسبة مهاراتكم في كل واحدة من هذول؟ حطيت أرقامكم. طيب هنتكلم عن بعض المهارات بشكل سريع. أولاً
مهارة التقني، مهارة التعريف عن الذات تكلمنا عنها أمس. 2 مهارة بناء العلاقات. 3 اللغة الإنجليزية. اللغة التخصصية للمادة. خدمة العملاء. التعامل مع الآخرين أو مع الشخصيات الصعبة. نقلب الصفحة. مهارات الباحث ليفل 2. طبعا يتابعون الفني. اي واحد منكم طبعا عنده هاي الليسته، ضفت عليها شغله اضافيه اللي هي كتابه السيره الذاتيه. كتابه السيره الذاتيه مهمه قبل حتى الوظيفه، لكن لازم تعرف شلون تكتب سيرتك الذاتيه. ليش؟ لان انت ما بتكتب سيره واحده لك، بتكون لك اكثر من سيره ذاتيه، وبقول لكم ليش بعد شوي. الصفحه الثانيه نتكلم عن مهارات الباحث. ايش يحتاج الباحث؟ كيف يكتب مقال؟ يحتاج مهارة فن الانصات. يحتاج انه يتعلم كيف يعد ويكتب التقارير. ويحتاج يتعلم ما هي معايير الجودة العالمية او ايزو. في وايد دورات حق الجودة منها ايزو. طيب بتكلم عن كذا مهارة من مهارات ليفل 2 اللي هو الباحث. ليش مهم ان احنا نكتب مقالة؟ شو رايكم؟ بداية التالي. شوفوا انا لما بديت امس رويتكم كتاب اسمه قد. كتاب قد كتبته خلال سنة، عبارة عن 52 مقالة. السنة كم اسبوع فيها؟ 52 اسبوع. كل اسبوع كتبت مقالة. المقال من كم كلمة؟ 350 كلمة الى 400 كلمة. إذا أنت كتبت في الأسبوع مقال واحد خلال سنة يطلع كتابك الأول. ممتاز؟ طيب شوفوا أنا برويكم، اقلبوا صفحتين بعد، خلينا نروح صفحة رقم 6. صفحة رقم 6 فيها أول جملة شنو؟ لا الجملة اللي بعدها، نظم أفكارك. شلون تنظم أفكارك؟ أنا لما بديت أكتب، أنا أقول لكم تجربتي الشخصية. أول ما بديت أكتب المقالات 52 مقال، أول شيء قلت بكتب في أي مجال؟ عرفت أن المجال اللي بكتب فيه هو مجال قيادة، هاي التخصص مالي، اخترت القيادة. أول ما بديت أكتب لما نظمت افكاري، اول شيء سويته قلت شنو؟ باقرا فهارس الكتب، افتح الكتب مالت القياده اقرا الفهرس. ليش؟ ليش اقرا فهارس الكتب؟ ايش رايكم؟ عشان افكار، عشان انظم افكاري اللي انا بكتب فيها مقالاتي. يعني ممكن انت تكتب مقالات عشوائيه في الجرايد، ممكن تكتب مره عن الطابخ، مره عن السماء، مره عن الارض. ممكن انك انت تقرر انك تبدا بالتسلسل. شنو القرار الاحسن؟ اذا انت رايح انك تبي تتم لفتره اقوى وتاثيرك اقوى، تروح على التسلسل لاسباب كثيره. بقول لكم نظريتي في موضوع التسلسل. انا في شيء سويته وايد نفعني وعطاني سرعه في الانجاز. شنو هالشيء؟ خلينا نحاول اطلع لكم من الصفحه. اتبعت سياسة، لأن كانت أكثر مشكلة عندي اللي مواجهتني أنا كانت مشكلة الوقت. شنو السياسة اللي اتبعتها؟ قلت بحط قواعد أساسية، هاي القواعد بمشي فيها بحيث أن أنا أقدر بسرعة انتشر وبسرعة أنجز. هاي الصفحة أمس قلت لكم شنو أهم صفحة في الدورة؟ قلت لكم الصفحة الثانية اللي هي مالت التخصصات. هاي الصفحة أهم صفحة، ثاني أهم صفحة في الدورة. شنو فيها؟ بشرح لكم شنو فيها. أول شيء قلت أنا لازم الموضوع يكون ريبيتبل، أي شيء أسويه يكون ريبيتبل. شنو يعني ريبيتبل؟ يعني أسويه مرة وأقدر أنفذ فيه أكثر من مرة أكثر من شيء. معاي؟ 2 سكيلبل، قابل إنه يتطور ويكبر.
ثلاثة قررت انه يكون مالتيبل يعني اقدر اعيد استخدامه اكثر من مرة. أربعة قد قررت انه يكون ديستريبيوتابل قابل للانتشار. شلون؟ الحين على نقطة رقم واحدة هي نظم افكارك. ابيكم تتخيلون معي لما انا قريت فهارس 60 او 50 كتاب في مجال القيادة صارت خبرتي في اي مجال؟ القيادة بس الفهرس في مجال تنظيم افكارك في القيادة. تمام؟ ركزوا معي الله يخليكم. جيت اول خطوة سويتها كتبت مقال. قلنا كل اسبوع كم مقال نكتب؟ على الاقل واحد، والله يزيد اللي يقدر يزيد. فأنا كتبت مقال، هذا المقال متسلسل، المقال اللي بعده هو تكملة للمقال الأول، المقال اللي بعده تكملة للمقال الأول والثاني، المقال اللي بعده تكملة للمقال الأول والثاني والثالث. وبهالطريقة بديت أبني جدولي وحاط في بالي فهرس. لحد الآن تمام؟ أول ما خلصت الموضوع أثناء ما أنا قاعد أكتب المقالات كل أربع أسابيع يعني شهر تقريبا، شنو يصير عندي؟ عندي أربع مقالات من 350 كلمة أو 400 كلمة، صح ولا لا؟ خلال شهرين يصير عندي كم مقال؟ ثمانية. الثمان مقالات أو التسع مقالات كافية أنك تأخذها وتحولها لحلقة تلفزيونية أو برنامج إذاعي أو دورة تدريبية. معاي الدورة التدريبية لما تسوونها دورة مثلا مثل هذه يومين كيف تصبح خبير، كتبت أنا أوريدي قبلها تقريبا ثمان مقالات في نفس الموضوع. تكلمت عن النجومية مرة، نفس الفهرس، تكلمت مرة عن الانتشار، تكلمت مرة عن شنو هي، شنو فكرة أن الواحد يكون خبير، شو ما معنى أنه يكون خبير. فتقسمونها، هذه المادة سويتها اشتغلت عليها أنت مرة واحدة، استخدمتها في وين؟ في دورتك. الدورة هذه أنا دائماً لو تلاحظون دوراتي أحاول أخليها شنو؟ مسجلة. ليش؟ لأن الدورة أعطيها مرة واحدة ما أخذ شيء مجانا، لكن شنو هدفي؟ انتشار. فأنا أعطيها مرة واحدة وهي إيش يصير لها؟ مالتيبل. لاحظوا القانون الرابع، قابل للانتشار. القانون الثاني شو يقول؟ سكيلابل، ممكن أحطه على اليوتيوب عدد المشاهدات يزيد. ممكن أقسمها لمواضيع، لأن المادة عندي، المادة أنا اشتغلت عليها مرة واحدة، تعبت في المادة ودورت وبحثت وسويت كل شيء عشان أجيب المادة. المادة هذه قابلة أنها تكون شنو؟ برنامج إذاعي، قابلة أنها تكون برنامج تلفزيوني، قابلة أنها تكون كتاب، قابلة أنها تكون مجموعة تمارين، قابلة أنها تكون حقيبة تدريبية لمدرب آخر. المقصد أن أنت حاول تركز على هالنظرية. قلت لكم أول أهم صفحة هي أي صفحة؟ صفحة التخصص. ثاني أهم صفحة هذه، هاي لها عيوب، بقول لكم شنو عيوبها ولما أحكي لكم ساعة شنو عيوبها، بعض العيوب منها. لكن بغض النظر عن العيوب، أنا ما راح أتكلم الحين في النظرية وايد، برجع لها بعدين. بغض النظر عن العيوب، اللي أنا يهمني إن أنت لما تسوي شيء تسويه باحتراف عشان تعيد استخدامه. طيب نرجع للصفحة اللي قلنا هني، صفحة رقم 6. صفحة رقم 6 شنو قلت؟ أول خطوة وأهم خطوة في أول مرحلة هي إيش؟ نظم أفكارك. شلون؟ هاي طبعاً تشيكلست، ها تسوون هذي عشان تطوف المرحلة الأولى، لازم تطوفها لشكلها. تقرأ فهرس الكتب، تقرأ الأبواب والفصول، اقرأ في الدورات، برنامج فهرس الدورة، يعني مثلا دورة الخبير، تدخل على الانترنت، في ناس وايد قدموا دورات على الانترنت، ناس في lynda.com، في كورسيا، في مواقع عربية، في مواقع كثيرة، في لينكدين الحين نزلوا نظام بعد مع lynda يوم تعاونوا مع بعض سلايدز. ابحث عن فهارس الكتب، فهارس الدورات. ثلاثة، اقرأ جميع عناوين الكتب الرئيسية في مجالك. يعني مثلا أنا لما أقرأ كتاب اسمه From Good to Great في مجال الإدارة،
شو الفكرة؟ ليش حطوا هالعنوان؟ ادخل حاول تفهم على الأقل نبذة عن مجاله، عن الكتاب، عن النظرية هذا. حاول تقرأ الكتب الأكثر مبيعاً في العالم في مجالك. ثلاثة، أربعة، اقرأ أكبر قدر ممكن من المقالات للكتاب في مجالك، مو بس هالشكل، وسوي لهم ريتويت. حط فلان فلان كتب، فلان فلان كتب، فلان حط مقالة، حطهم كوبي بيست في الفيديو شفت على اليوتيوب، حط كوبي بيست. أي مكان تشوف حد حط شيء في نفس مجالك كوبي بيست. ليش؟ لأن هاي يعطيك نوع من أنواع البراندينج، إن أنا من شنو اللي أتابعه، شنو الشخصيات اللي أنا أسمع لها، من أقرأ له. فإذا الناس شافوك إن أنت قاعد تتابع هذول يعرفون إن أنت في نفس توجه. اقتناء أكبر قدر ممكن من الكتب في نفس المجال. ما قلت لحنا، ما قاعد أقول اقرأ، قاعد أقول اقتني. لحين ما قلت لك اقرأ كتب، لحين في مرحلة البحث بقول لك اقرأ وبعطيك أشياء كثيرة تسويها. لكن مجرد وجود الكتب معك، لما يجي حد عندك وعطاك سؤال في مجالك، أول شيء بتفتحه الفهارس، تقرأ الكتب وبتعرف شلون إجابة هالسؤال وبتعرف شنو الإجابة عليك. طيب، أكبر قدر من الفيديوهات على اليوتيوب في نفس مجالك شوفوها، شوفوا تعليقات الناس على الفيديوهات، وايد مهمة تعليقات الناس. علق، علق على المقالات، علق على الكتب، علق على الجمل اللي تنقال، علق على الريتويت، حط أسئلة. دائما أقول أنا القائد العظيم يسأل أسئلة عظيمة، وكتاب القيادة بالإرشاد يتكلم عن الأسئلة القوية والعظيمة، شلون أنت تقدر تغير حياة الناس بالأسئلة. التسجيل في الجمعيات والمراكز العالمية والبحثية والدراسات وغيرها في نفس مجالك. أيضا التسجيل في وين؟ في المجلات المتخصصة ومراكز الأبحاث في مجالك. كل هالأشياء لازم تسويها عشان تطوف ليفل 1. تمام؟ خل نروح ورا في نفس الورقة، صفحة رقم 14. صفحة رقم 14. صفحة رقم 14 ما عندك نفس هذه؟ طيب، اطلب مني إن شاء الله، اللي ما عنده بس يسأل أي أحد من المنسقين. طيب، في صفحة رقم 14، الكتب التي ستقرأها خلال عام هالسنة. هاي غير، هاي ورقة وزعلك. الحين ادخل جوجل موبايلك، كل واحد يطلع موبايله. يفتح على جوجل، مو بالواتساب، لا قاعد تسولف. واكتب في الواتساب، في جوجل، اكتب في جوجل كتب في مجال، واكتب تخصص من المجال اللي تبي تبحث فيه. انا مثلا بكتب القيادة، اول ما تفتح الخط هاي او الخطوة هاي تسويها، تروح على images، صور. راح تلقى مجموعة كتب اللي تطلع في بداية الصفحة فوق، واللي وايد تتكرر على طول عقونها مهمة. هاي طريقة. طريقة ثانية، ممكن تتبعون ناس متخصصين. الطريقة الثالثة والأقوى، تدخل amazon.com، amazon.com، وبالذات اللي يقرون باللغة الإنجليزية ما عندهم مشكلة، تختار المجال اللي تبيه بيطلع لك التوب 10 واشتره. عفوا، هذه قاعده اول شيء هو اللي المفروض تتبعهم. لا، مش المفروض تتبعهم، بس انا اعطيك طريقه سهله انك تبدا وين طريقك في البدايه. اذا انت متخصص في مجالك وعارف شو الكتب موجوده، اقرا. يعني انا في وايد كتب مش موجوده حتى مو في افضل 100 كتاب من الكتب الاداره، لكنها وايد مهمه في عالم الاداره، لازم تحصلها، لازم تقتنيها. تفضل. ما شاء
وايد زين. إذا ما لقيت كتب في مجالك باللغة العربية هذا مؤشر وايد زين. هالدورة اللي أنا سويتها الحين اكتشفت إنه ما في لا كتب عربية ولا كتب إنجليزية في هالموضوع. فراح إن شاء الله بإذن الله أحولها لكتابين عربي وإنجليزي. الفكرة إن أنت شلون تسوي الشغلة وتكون مميزة. على فكرة أنت نبهتني الموضوع مهم. كثر بالموضوع ما كان عندك منافسين وايد فيه. تذكرون خانة المنافسين؟ كثر ما كانت عندك فرصة أكثر إنك تنتشر بسرعة. ليفل عالي بسرعة إنك توصل أسرع. فأنا أنصحكم إذا لقيتوا إن في شيء موجود مش في مجالكم أو عفوا مش منتشر دشوا فيه طوروا نفسكم فيه. إيه تلقى أفضل. طيب يعني أعطيك مثال. عندي الكتب اللي نزلتها 5 مرات. شنو أكثر كتاب مبيع أنت تعتقد؟ MBTI. MBTI شيء جديد بالنسبة للوطن العربي ما في وايد ناس يكتبوا فيه. الكتاب خلص 2 وكتاب قد خلص 1. كتاب قد لنا أشياء شخصية كان فيه عن تحفيز. لكن شوف شلون مثلا كتاب القيادة كم كتاب قيادة موجود؟ وايد. على فكرة الناس تتصل لي محمد عرفنا انك تفسر شخصيات. هاي يا اخي ممكن يسال يعني شوف شو حتى الامج اللي او البراندنج او الاسم مالك اللي يطلع في السوق احيانا على يرتبط بكتابك اللي يطلع. طيب نكمل. 2 ساحضر الدورات التالية كحد اقصى منها في مجالك. اكتب اسامي الدورات من 1 إلى 6. شنو الدورات اللي بتاخذها؟ مهم انك تكتبها. من وين تجيب اسامي الدورات؟ من القائمة. حطيت لكم تشيك ليست الحين بعطيكم اوراق ووزعها عليكم. شوفوا حاولوا تقيمون نفسكم انتم في وين. وزعوا على الشوط ما ادري اذا بتكفي ولا لا. وزع في زياده اوراق في اوراق ما تمس. أبيكم تروحون على صفحة رقم 40. صفحة رقم 40 يعني السلايد رقم 40. عاد ما أدري إذا يبين ولا لا. ما يبين. طيب بقول لكم أي صفحة. صفحة رقم 6. روحوا صفحة رقم. روحوا صفحة 5. صفحة رقم 5. طيب من ما عنده أوراق؟ عدد كبير. معلش بصورهم. طيب احنا اللي بنسويه سهل مو بشيء صعب. بس انا عشان الواحد يكون عنده الورقة قدامه يحط صح على الخانة اللي هو يحس انه هو متمكن منها والدورات اللي يحتاجها يحط عليها دائرة نفس هالسلايدات. طيب انا بقول لكم انا في اي سلايد الحين. صفحة رقم 5 تشوفون هالورقة في مثلث وراء المثلث 3 سلايدات مهارات قيادية يعني بروح فوق. انتبهوا الترتيب شلون. 1 2 3 4 5 6 باليسار لليمين مطبوع على العكس. طيب لما نبي أبدأ في المستوى الأول. المستوى الأول في المستوى القيادي عندنا شنو هني قلنا المسار القيادي المستوى تنفيذي تشوفونه تنفيذي. اي مهاره انت تحتاجها تحط عليها دار. طيب اذا اللغه الانجليزيه عليها دائره حط احداها نجمه لانها وايد مهمه. نكمل المستوى القيادي الثاني تنميه المهارات الاداريه الاساسيه. اذا عندكم شيء مهم حطوا عليه دائره. إعداد وتنفيذ خطط العمل التفصيلية، تنمية المهارات الإشرافية، تنظيم وتطوير برامج العمل، دورة مهارات التخطيط والمتابعة. هاي الصفحة اللي نتكلم عنها. إذا واحدة من هالدورات مهمة حطوا عليها دائرة.
إذا واحدة من هالدورات ما عندك إياها ما أخذتها حط عليها دائرة عشان تأخذها تحطها في جدولك. ثلاثة، المستوى القيادي، تنمية المهارات القيادية، إدارة الأداء المؤسسي، التخطيط الاستراتيجي، تحليل المشكلات واتخاذ القرار، الإدارة الاستراتيجية، إدارة التغيير، مهارات التفاوض، مهارات القدرات المؤسسية، إدارة الأزمات. كل هالدورات حق أعلى ليفل في القيادة. خلصنا الليفل الإداري، الحين بنروح الليفل التقني. هاي المسار التقني، أول شيء تبدأ شنو؟ فني. تطلع تصير، تخلص تصير متخصص، خبير، مستشار، مستشار دولي. شنو الدورات اللي تحتاجها في كل ليفل؟ الفني ليفل كم؟ واحد. بقرأ لكم اسامي الدورات. يبحث عن، هاي مش دورة، هاي أول وحدة هاي مهارة، يبحث عن التوجيه، يكون عنده القدرة على البحث، والشيء الوحيد اللي يبحث عنه هو التوجيه، وبشرح لكم هاي. وايد مهم ان تركزوا معي في هذه. ابشر من عيوني المره الجايه ان شاء الله. والله ما اشوف يا ريال قاعد اعاني. طيب هذه يقال انها اهم نظريه في عالم القياده، فركزوا فيها، لان اليوم اللي فهمت فيها النظريه عدل قدرت اسوي وايد اشياء في مهارات القياديه. طيب ركزوا معي. اول ما يبدا الشخص، زين وزعوا الاوراق خلصوا عشان نركز. طيب جاهزين؟ الاوراق الحين مش مهمه هذه، بس ركزوا معي في اللي بقول لكم عليه، اللي بقول لكم عليه اهم. اول ما يبدا الشخص يشتغل، شو اخبار خبرته؟ ضعيفة. عندنا الخبرة قليلة. شو اخبار حماسة؟ اذا الحماس عالي عنده، هل انت كقائد تتبع معاه اسلوب التحفيز والتشجيع وتعال بزيدك في الراتب اذا سويت كذا؟ ما محتاج، هو جاي من الجامعة شنو؟ مشتاط ومستانس وفرحان، اول وظيفه، اوه يا يمكن ما رقد في الليل قاعد يفكر شو يسوي بكره، صح ولا لا؟ خبرته ما عنده خبره، قليله، خذ اشياء نظريه في الجامعه ودرس وجاي ومتحمس، لكن ما عنده خبره عمليه. فاول ما يبدا راح يبدا بحماس قليل، حماس عالي وخبرة قليلة. هني من سنة إلى تقريبا 3 سنوات، توصل للأربع أحيان لخمسة. عادة كانوا يقولون لخمسة قبل، بس الحين لثلاثة. بعد 3 سنوات ينصدم، أوف شي الدنيا يا أخي، اللي تعلمناه في الجامعة غير، أنا هاي مشتط، هاي لوائح. شنو يدور في هالمرحلة الشخص؟ يدور التوجيه. من يا شنو التوجيه؟ في دورة كاملة عن التوجيه. من يسأل؟ أين يعمل؟ ماذا يعمل؟ من يستأذن؟ أي نموذج يتبع؟ لمن يسلم هذا النموذج؟ أي إجراء يتخذ؟ كلها أشياء توجيهية. فدورك أنت كقائد شنو تتبع معه؟ أي أسلوب هني؟ أسلوب التوجيه، لازم تكون عندك مهارة التوجيه. وهو كشخص يتعلم شنو يبي؟ مهارة ايش؟ من اللي قال انصات؟ الانصات والبحث. عشان تشي هني انا قاعد اقول لكم ان من ضمن المهارات اللي يحتاجها مهارة في الاستماع. في وين؟ في الثاني، في القائمة الثانية، السلسلة الإدارية. هو جاي مشتاق،
والانصات هي اعلى درجات السمع. الدرجه الاولى للسمع اني انا اسمع وانا سرحان، فالكلام يدخل ما 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 فايده، ما يدش، يطلع ويدخل ما حد يعني. المرحله الثانيه يجيني كلام وافكر في تناقضاته، افكر في تناقضات هذا الكلام. اعطيكم مثال، الحين لو قلت لكم ان انا في يوم من الايام قمت الصبح ودخلت الانترنت وقريت مقاله تقول ان الله مش موجود، وقدرت اقرا زياده فعرفت نظريه القرود داروين، شو يقول؟ ان اصل الانسان كان قرد وتسلسل وبدا الانسان يتغير ويصير قرد. انت في اي مرحله؟ شوف اذا قلت على طول استغفر الله العظيم هاي شيء زين، بس في نفس الوقت انت قاعد تدافع، انت في ليفل 2. اذا وصلت لمرحله ثالثه انك تبي تعرف ايش قاعد يقول، من اي منطلق وين بيوصل، انت المرحله الثالثه. المرحله الرابعه اعلى درجات السمع عباره عن ايش؟ عباره انك تسمع باذنك وتفكر وتتجرد من افكارك، افكارك على صوت خلاص خليها على صوت، تحاول تكون في مكان الطرف الثاني فتقرا بعينك اللامنطوق، تقرا اللامنطوق. وهذه المهاره مهاره مهمه جدا حق الشخص لما يبدا في مسار خبرته. فلذلك انا اقول لكم الدورات من الدورات المهمه في ليفل 1 في البحث اللي هي الانصات، اول ما تبدا في مسيرتك في انك تصير خبير، ومو بسهله لانك بتسمع نظريات تقعد تعارضها. ارجع واكد عليكم ترى انا مسلم سني واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لا احد يفهم غلط. وانا قلت لكم مثال من باب حتى حلو حبتين معنا. طيب هاي ليفل 1 يخلص، صار له 3 سنين اشتغل، شو اخبار حماسه؟ حلو. شو اخبار خبرته؟ بس الحين خبرته تعتبر شنو 4-5 سنين ولا شيء. فهو في المرحله الثانيه من 4 حماس قليل وخبره قليله، من 4 الى كم؟ الى 9 او الى 7 سنوات ايا كان. في هالمرحله اي اسلوب قيادي اتبع معاه؟ اذا حفزته بيكون شيء جيد لما معنويات نزلت، بس بعده مو خبير وايد، شنو اتبع معاه؟ يحتاج المهارتين مع بعض، مهارة التوجيه ومهارة التحفيز. هذه المهارتين لما يكونون مع بعض يصير عندنا شيء اسمه تطوير، اسمه التدريب. لما تجون شو يصير لكم؟ شو اخبار حماسكم؟ عالي. اول ما تطلعون تردون البيت تنسون حماسكم، شو يصير فيه؟ يقل. مو بالكذا، انا اتكلم بشكل عام. التدريب يعطيك توجيه ويعطيك شنو؟ تحفيز. شنو المهارات اللي هو يحتاجها في هالمرحلة؟ الشخص العادي شنو يحتاج؟ اي مهارة؟ يحتاج وايد مهارات، من اهمها البحث والمتابعة. يحتاج شيء ثاني، تخطيط، موجودة كلها بالتفصيل هناك، حطيت لكم قائمة أكثر من هذا. 3، هذا الشخص صار لنا معاه 10 سنين، شو أخبار خبرته؟ أوه خبير، خبرته وين؟ عالية. شو أخبار حماسة؟ نزل. فمن 10 تقريبا إلى 15 سنة، هاي 10 بالإنجليزي، من 10 إلى 15 سنة أنا واحد. على فكرة اللي هي التدخل الرابع، لأن اللغة اللي هي الإنجليزية هي الصح في اللغة العربية. إيه. ما صح. أنا ما أحب أستخدم الأرقام أصلاً بالإنجليزية الصحيحة. يا الدورة الجاية إن شاء الله. زين.
من 10 إلى 15 سنة خبرته شلونها؟ عالية. لكن شو أخبار حماسة؟ أوه هاي أنا غلط. من 10 إلى 15 سنة حماسة قليل. أي أسلوب قيادي أتبع معه؟ شوفوا كله أنا قاعد ألعب في مهارتين. التوجيه قلنا في البداية حق 10 خبرة ياخذ خبرة. تحفيز أتبع معه أسلوب التحفيز. فأحفز الشخص اللي قدامه. التحفيز علاج الحماس القليل. على فكرة طرق التحفيز كثيرة. بعطيكم أمثلة. أي أبدأ أحفز الموظفين. يلا الموظف المثالي بحط صورته على المبنى. طرق تحفيز ثانية. الناس تعتقد أن كله بالراتب. مو بشرط بالراتب. مثلا أقول له والله تعال بعطيك موقف باسمك. موقف باسمي. وإذا شديت حيلك خلال سنتين جبت امتياز ورا بعض بخليك تمشي 5 خطوات أقل بحط موقفك أقرب عند الباب. هاي طريقة التحفيز. ومن طرق التحفيز أنك أنت تشكره قدام الناس ورسالة الشكر. في طرق وايد التحفيز. في طرق وايد. من أبسط أمور التحفيز وأكثر الأشياء غرابة في العالم. طلع واحد قال في شركته قال شوف يا جماعة أنا عندي مفتاح كبير. نسوي بس 5 نسخ من هالمفتاح في المؤسسة. شنو المفتاح يسوي؟ يفتح حمام مكتب المدير العام. الله يكرمكم. يا شباب رايح الحمام حد يمر على شيء؟ بتوضح حد يبي يتوضح معنا. الفكرة إن أنا أعطي شيء أسوي شيء امتياز أو أعطي شغلة حق هالشخص مش موجودة عند الباقيين. طيب الشخص نفسه مش القيادي الثاني شنو أهم مهارة عنده لازم تكون عنده في هالمرحلة؟ منافسة. من اللي قال منافسة؟ شلون؟ يعني لازم ينافس عشان يقدر يوصل حق. زين قرار تنافس شنو الدورات اللي يحتاجها عشان أنافس؟ تطوير يمكن المهارات. هني أنا أدخل أكثر في الشهادات الخاصة في التخصص مالي. أنا بسميها الشهادات الدولية في التخصص نفسه. يعني مثلا لو واحد في مجال الـ HR شنو الشهادات اللي يأخذها؟ لا شنو أعطوني أسامي شهادات؟ CIPD بعد ممكن HRPMP بعد HRMB بعد. شوفوا دخلنا في شهادات تخصصية. ممكن يأخذ حتى شهادات علمية. شهادات العلمية مثلا أو الأكاديمية مثل ماجستير والدكتوراه مثل ما تفضلت. الأسلوب الرابع صار للحين فترة طويلة معانا. يينا حفزنا عطينا من ضمن أشياء التحفيز أعطيه مسمى وظيفي قوي. شنو ممكن يصير؟ شخبار حماسة وخبرته عالية. ليش؟ لأنه خد منصب مسك شيء مسك مسؤولية مسك مشروع. فهني أي أسلوب أتبع معه؟ أيوة أسلوب التفويض. أسلوب التفويض إن أنا ما وجهك ولا أحد. دورك أنت إنك توصل هالمهارة والأشياء اللي أنت سويتها مهاراتك وطريقتك اللي أنت وصلت فيها للي للآخرين. فأنا أفوض تفويض كامل. ومن ضمن الأشياء اللي أنا أحفز فيها الموظف إني أنا أعطيه صلاحيات. أعطيه صلاحيات خلاص أنت روح تسوي اللي تبيه. ما يحتاج تيني أوقع لك. أنت عرفت اللعبة عرفت الفكرة شلون عرفت الطريقة شلون روح وسوي اللي تبيه. فعندك تفويض كامل. هني تقريبا من 15 سنة وطالع بلس. خمسة عشر سنة وفوق.
ايش المهارات اللي يحتاجها الشخص الخبير؟ اتخاذ القرارات، الاستراتيجية، إدارة الأزمات وغيرها. أوكي، وين هالأشياء كلها موجودة؟ أكاهي، شوفوا سهلت لكم الموضوع، حطيت لكم في كل مرحلة من المراحل شنو الدورات اللي تحتاجونها. ومرة ثانية أرجع أكد عليكم على شيء، إن في هرم إداري وفي هرم ثاني تنفيذي. الهرم التنفيذي هو محورنا. فأنا بعطيكم الحين في المراحل. المرحلة الأولى قلنا مرحلة إن أنا أبحث عن تخصصي ليفل 1، أبدأ أبحث من أنا إيش اللي قاعد أسوي، أي مجال، أسوي اختبارات شخصية، أعرف زيادة عن نفسي. المرحلة الثانية هاي انتبهوا معي وركزوا معي، أبيكم تتابعون عشان تحطون دوار على التخصصات أو المهارات اللي عندكم تحتاجونها حق طريقكم. من صفحة 7، مكتوب تحت على الصفحة رقم 7، تلقون المثلث هنا. طيب مكتوب اكسبرت ليفل 1، تابعوا معي من وين بنبدأ. ايش المطلوب منك في كل مرحلة؟ المرحلة الأولى، هذه المرحلة مطلوب منك انك انت تكتشف نفسك، مطلوب منك انك تسوي اختبارات، منها اختبار MBTI، تقرر وتجرب المجال. طفت المرحلة الأولى، نروح ليفل 2، مطلوب منك انك تفكر وتنظم افكارك، وهذا شكل اللي تكلمنا عنه من ساعة. خلصت منها بروح ليفل 3. احنا وصلنا ليفل 2 طفناه، ليفل 3 اول شيء شنو كنا نسوي؟ نجمع معلومات. الحين دورنا ان احنا نمارس، لان الكلام النظري ما ينفع وايد، فاحتاج اني امارس. المرحلة الثانية، مرحلة او الثالثة، مرحلة بيت الخبرة العملية. في عندك انت تكون متخصص وخبير في نفس الوقت. شنو الاشياء اللي لازم تسويها في المرحلة؟ حطيت لكم مجموعة من اهم الافكار اللي تقدرون تمارسونها، وهاي تشيك ليست. اللي يعجبك عليه منه حط عليه دائرة او حط عليه علامة، بحيث ان انت تقدر ترجع وتنفذ في مجالك. اول شيء ممكن تسوي، ممكن تشتغل، انا باخذه من اليسار. طيب من اليسار، ممكن تسوي لك لعبه تدريبيه في مجالك، هاي فكره. فكره ثانيه، ممكن تسوي شيء للاطفال. ثلاثه، ممكن تكتب قصه للاطفال. اربعه، ممكن تتطوع في مجالك. خمسه، حدث الاخرين عن مجالك. سته، قدم محاضرات. طبعا كل واحدة منهم معناته ان في مهارات لازم تكتسبها عشان تسويها. سبعة، درس. ثمانية، مثل، تدخل في عالم التمثيل في مجالك. تسعة، كن احد المشاهير في مجالك، تحتاج وايد اشياء. عشرة، كن في اعلانات مجالك. 11، كن عريف حفل ايضا في مجالك. 12، ألف مقالات في مجالك. 13، حرر مقالات، واحد كتب مقالة تراجعها وتعدلها له. 15، انتقد مقالات آخرين، أشخاص آخرين. 16، اعمل انفوغرافيك. تعرفون شنو الانفوغرافيك؟ برويكم مثال على الانفوغرافيك. طيب مثلا هاي انفوغرافيك سويته حق تحليل الشخصيات. سويت كل شخصيه لخصتها في صفحه واحده بس شوي كبيره.
شنو فكره الانفوجرافيك؟ يساعدك بسهوله انك انت تفهم الماده كامله في صفحه واحده. الاي اس اف بي مثلا هالشخصيه فسويتها على شكل صفحه واحده. الصفحه فيها شنو؟ فيها مهارات مثلا نقاط القوه نقاط الضعف. شنو هالشخصيه؟ لاي فئه تنتمي؟ انسب التخصصات الدراسيه اللي تنفع هالشخصيه. ايش العلاقات الانسانيه والاجتماعيه؟ كيف يتعاملون مع الابو، مع الصديق، مع الزوجه؟ وشنو طريقه توافقها مع باقي الشخصيات؟ كيف تتوافق؟ وشرح بسيط عنها. هاي يسمونها انفوجرافيك، صوره فيها كل شيء. طيب الانفوجرافيك ايضا ينباع. تقدر انت تتعاقد مع جرايد انك تسوي لهم انفوجرافيك واحد في الاسبوع وتبيعه. تقدر تسوي كتاب انفوجرافيك. اليوم اكثر شيء قاعد ينتشر بين الناس والشباب والمؤسسات الانفوجرافيك. من فتره بسيطه وزاره الاقتصاد اللي متابع وزاره الاقتصاد مطرشين كانوا مسج كيف تقدر توفر من دخلك الشهري اذا كان 20,000 راتبك. فمسوين لسه صفحه طويله شيء تفتحها وتكبرها. هاي يسمونها انفوجرافيك. هاي اقوى من المقال. تفضل. تنتقدين مقالات او يمكن على حسب الكتب اللي انا قريتها مثلا. تنتقدين مقالات، تنتقدين كتب، تنتقدين انفوجرافيك، تنتقدين فيديو. بس طبعا بناء براي رايك يعني ما تنتقدين الاشخاص، تنتقدين الماده العلميه. ايه المقصد ان انت شلون تبدا تفكر في الماده عشان تنتقدها. لان لو كتبت في تويتر مقاله فلان فلان في موضوع كذا للعلم انا عندي راي معاكس له في قضيه كذا. هذا يعطيك ليفل احترافي لك انت. طيب نكمل بعض المهارات او بعض الاشياء الافكار الثانيه انتم ممكن تسوونها. قلنا انشئ انفوجرافيك، درس، كن رائد اعمال يعني انتربرينور. ممكن تدخل في مجالك تسوي لك شركه مجالك. ساعد في التوظيف. ممكن انت تكون عضو في لجان توظيف في هالتخصص على سبيل المثال. قدم اوراقك ان انت مستعد تساعد راس غاز في اي عمليه توظيف لاي حد في مجالك اللي هو مجال مثلا المحاسبه او مجال اي تي. او مستعد اكون معاكم في اللجنه. او شفت مثلا ان انت تخصصك خلينا نقول قياده في مركز اسمه مركز قطر لاعداد القاده. والله يا جماعه ترى انا بساعدكم في اختيار المشاركين. تدخل في التوظيف فانت تاخذ مبلغ على هالاشياء. ايضا تقدر تكون حكم في مسابقات في مجالك او تعمل مسابقات في مجالك. صحفي، موجه، استشاري، مساعد شخصي، مدرب شخصي، علاقات عامه، مؤلف كتب. كل هالاشياء اقولها في مجالك. باحث، والانواع البحث كثيره، باحث في رسائل بحثيه في الجامعات وفي ايضا جامعيه. مترجم، عندك اللغة لا تنسى، عندك اللغة التخصصية. مقدم برامج تلفزيونية، مقدم برنامج إذاعي. تقدر تفتح لك قناة على الانستغرام والسوشيال ميديا، تويتر وسناب شات وغيرها وفيسبوك. عندك على الانترنت تقدر تكون أيضا صاحب موقع وبلوج. هالأفكار كلها تحتاج مهارات وراها. كل واحدة من هذول تحتاج وراها مهارة. ما تقدر تطوف ليفل ثلاثة، ما تقدر توصل استشاري بدون ما تعطي، بدون ما تمارس بيدك الشيء. معاي اخوان ما يكفي ان انا بحثت وعرفت وقريت. ليفل 1 و 2 ما يكفونك، لازم توصل 3 عشان توصل خبير. اذا ما اعطيت وما سويت شيء في المجتمع ما توصل خبير، ما توصل هالليفل.